ليكم الناس الكل ما تكونوا معنا في الاستماع ده يغل الموسيقى مش تسمعوها بعد شوية كيمي لاك العادة على زون دي كوبا فيم على 91.5 95.105.6 على ستريمينج لايف راديو كوبا انتين. سلام عليكم الناس الكل من وين ما تكونوا ولا كيف كيف زادا على الباج فيسبوك راديو كوبا فيم على الانستغرام ولا على اليوتيوب زادا. سعيد جدا باستقبال ضيفة عزيزة. الغونديفو متاعنا قديم مرة واخرناها لغلا لكن الغونديفو ذي انا للامانة بيرسونيلمون نحب برشا كي نحكيو على كيفاش تكبر دارك من ابسط الامكانيات، كيفاش تنجم تطرد دارك اصغر من ابسط الامكانيات، كيفاش تبين حاسيلو. خليني نقول لكم انه فما برشا تكنيكات حلوين برشا تتعلموها مع غدا مزني مهندسه ديكور. غدا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا عسلامة. مرحبا بكم، مرحبا بكيف مستمعي غاديو كاب اف. تحيه كبيره ليك، شكرا لك على تلبيه دعوه الاستضافه الساعه. شكرا لكم انتم على الفرصه. فرحانين برشا نكون هنا اليوم. دونك رقيقة جدا ومحليها زادة كيف كيف منورتنا في الانتينة اليوم مفرحتنا زادة كيف كيف. غدا مزني نمشيو معاك توتسويت لديكو ديكو ديكو بيه نحكي. وهي خلينا نقولوا عبارة حاجة عجيبة جدا زادة، خلينا نحكيو للأمانة حاجة عجيبة جدا انك كي باش تحكي على من دارك ملي تكون كبيرة برشا باش تبينها صغيرة ولا تبدأ صغيرة باش تبينها كبيرة. هي حاجة قوية برشا. هو احنا بطبيعة هذه ديما المحور متاعنا، معناتها ديما احنا لي زارشيتيك دانتيريور ندورو نرجعو للبروبليم هذايا. ما نقولوش بروبليم، اما اكثر حاجة اللي تجينا في من لي كليون متاعنا ولا اللي هو مثلا توا احنا في الكام تاعنا باش نحكيو على كيفاش نكبروا ليسباس فيزويلمون. اذا كان احنا عندنا دو تيب دو كونستركسيون نعرفو، عندنا يا اما كونستركسيون معناتها جديدة نوفيل كونستركسيون باش تبدا من الفونداسيون باش تبدا من دو ا جوسكا زيد، او بيان مثلا في الكام تاع انه انسان خذا ابارتمون ولا خذا دار اكزيستونت وذاك هو الموجود سوبرفيسي صغيره، اما يقول لك انا نحب تظهر لي دار كبيره دار مشلها. دونك فما دي استوس ديكو نجمو نعطيوهم احنا المستمعين نتاعنا نفيدوهم من بين لي استوس هذوما، او بيان نبداو بالليزيرور اللي ماذا بينا ما نعملوهمش، اللي هو مثلا ما نعبيوش الفضاء نتاعنا برشا موبل وبرشا حاجات، على خاطر زيد الرونجمون عنده دور وراه كل حاجه تاكلنا من الاسباس نتاعنا. يعني التفرفيش هذاك معناها الحقيقه راهو ياكل برشا بالاسباس نتاعنا، معناتها ماذا بينا الدار تكون معناتها ننفيستيو في لي موبل دو رونجمون. علاش لا؟ معناتها علاش لا ما نخليوش كل شيء هكا اللازم في اللازم يظهر. فوالا بالضبط. وليه وخليني نزيد نقول على كلامك زاد كيف كيف غدا، انه نزيد نذكر زاد باش يزيدوا يفهموا اكثر مستمعينا نجموا يدخلوا معنا على باج فيسبوك لي ريزو سوسيو كاب اف ام ويشوفوا الصور الجميله والرقيقه والبنة. خلينا نحكيو على بنة، نحكيو على فن فوالا. اشوف نقولها انا ديما ونعاودها مثال شو ديما ديما ذكر بها، انه ديارنا هي الملاذ الوحيد نتاعنا بعد تعب نهار كامل بعد ستريس نهار كامل. دونك نهربوا من كل شيء نمشيو لك دويرتنا هذيك. اذا كانت دويرتنا هذيك تكون ما فيهاش روح، ما فيهاش نفس، ما نرتاحش فيها انا، دونك حكايه فارغه نبقى لبرا خير. فوالا دونك اصلا سامحني حتى كان قاسيت عليك فما بسيكولوجي دو ليسباس. بالضبط راهو اذا كان انت ليسباس تحس روحك اللي انت مخنوق فيه وما تنجمش تعيش فيه. مصح. دونك البسيكولوجيا عندها دور كبيره في الاسباس هذاك. علاش زاده باش نحكيو على لا ترانسبارونس مثلا، اهم حاجه لا ترانسبارونس نجم تكون في لي موبل نتاعنا، في مثلا في الاختيار نتاع الموبل، في عوض ما اني انا مثلا نحطها بالباس قدامي باللوح هذاك اوبستاكل، لا نجم نختارها باللار ثم بروفوندور. أيوة. عينك باش تمشي لبعيد. أيوة. اوليو دو هكا نخدم انا مثلا لي كلوازون نتاعي احنا مستنسين بهم بالياجور والبني، لا نجم انا نخدم لي كلوازون اللي هما لي سيباراسيون ليجير. فيتري مثلا عينك تمشي لبعيد ما تراش اوبستاكل قدامك. بالضبط. هو انت خليني نزيد مسيلش نزيد نرجع معاك باش نزيد نفهم معاك اكثر غدا. انت كي قلت ترانسبارونس انا مشيت في مخي كلمه هي كلمه تكنيكمون لكن برسمي هي اسم على مسمى، معناتها الحاجات الترانسبارونت هكا شويه دايوغ توندونس بالنسبه ل 2023 زاد بنسبه كبيره زاد كيما التصويره هذه باغ اكزومبل المثال اللي فاتت بكري شويه. أكيد. اذا كان سيده المخرجه تعمل علينا اكبر مزيه ونرجعوا فيها دونك محليها محليها الأغلى تلقاها مرية هكي كوحدها معناتها في السهلة ولا في بلاصة هكا مزيانة تحس انه فما هكا روح تحسها تكون موجودة في البلاصة. باش نحكيو على الميغواغ واهمية الميغواغ في الاسباس نتاعنا. شفت قداش الاسباس معناتها توا ديجا مشاو بداو معناتها فيها العباد يفهموها ثقافة الاوبن سبيس الفضاء المفتوح. بالضبط. الكوجينة اللي محلولة على صالون هذه راهي حاجة معناتها مهمة في نقولوا في السيرفاس الصغار ولا حاجة باش اوموا هكا تحس كل شيء
محلول على بعض، الزنجور محلول بالضبط. على بعضها مفردة. لكن سمحني ميساج غدا مازلت نقص عليك بالنسبة للرجال. تو فما بعض الرجال اللي أنا نفهمهم زادة وأنا واحد منهم، إذا كان باش نعمل مراية في كل زوز متر وحاسيلو أنا للأمانة معناتها مرت وباز مش باش تخرج من الدار كان إلا كل مراية تغزر فيها 14 ساعة. فوالا هيك ولا محمد؟ فوالا نفس الشيء خلينا ندلو خلينا ندلو نسي. اما زيد حتى الميخواخ عندها حقها، الميخواخ خاصه تعطي افي نتاع معناتها كيما قلنا بروفوندور، والا زيد عندها دور كبير راهي كي تجي مثلا مقابله شباك راهو اكل انعكاس نتاع الضوء وكل الافي نتاع نقول وتحسها تكبر الاسباس بالحق راهو معناتها هذيك مهمه بالطبيعه. بالرسمي فما حاجه ما جبتلهمش البال لاني تو قاعد نثبت فيهم نجربهم بالرسمي. كيت المراية والباب حاجة مزيانة تعطيك فما بالرسمي تعطيك روح للبلاصة وامبيونس للبلاصة اللي هي موجودة فيها. كيفاش جاية مقابلة البلار نتاع مقابلة للفونيتر كيفاش تعطيك معناتها بالحق تحس الاسباس كبير وتحس اللي هو ضاوي وكلي فيه نتاع الانعكاس نتاع الضوء هذاك دونك يضرب لك ديريكتومون في الميغوار تحس اللي الاسباس نتاعك مش راهو ضاوي. هذه حاجة. حاجة أخرى زيدا باش نحكيو على أهمية اللوميير والإضاءة. راهو فما إضاءة طبيعية وفما الإضاءة اللوميير ارتيفيسيال اللي هي من خلال اللومينير الاسبات هذيك الكل. راهو مهم برشا 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 في الاسباس نتاعنا، مهم أصلا الأورينتاسيون نتاع الدار نتاعنا، الأورينتاسيون نتاع الشمس منين تدخل لنا الضوء، نحبوا الزنجور نتاعنا تكون ضاوية ومش لها. زيدا ميساج كي نانفيستيو راهو من الأول نقراو حسابنا في لي فونيتر ولي بورت فونيتر ولي بيفيتري هذاك الكل راهو عنده قيمه كبيره. راهو كي تدخل انت الاسباس ذا وتحسه مشره وكي تدخل الاسباس ناقص ذا وبطبيعه باش تحسه مسكر باش تحسه يغم على القلب الحقيقه. واللي هي حاجه اكيده برشا بالرسمي اكيد معناتها حاجه تري امبورطون لازمنا نقراو لها حسابها من الاول. عندك زيد الاختيار نتاع الالوان نتاع لي ريدو زيد باش نحكي على لي ريدو حكينا على لي فينيتر وكل زيد الاختيار نتاع لي ريدو ماذا بينا نختاروا دي ريدو يبداو فان معناها يبداو رهيفين شويه باش يخليو الضوء يتعديو زيد كيف تيسيو معناتها يكون ليجي باغ اكزومبل ان فوالاج معناتها يكون بالكوتون ولا باللان معناتها زيد لي كولور عندهم دور كبير ماذا بينا نختاروا لي كولور كلير معناتها مثلا نحكيو على البلون الكريج الكريم البيج الجري كلير هذوما لي كولور معناتها نقولوا اللي هما طوندونس ديجا بالضبط فوالا عندهم توا نقولوا من 2000 هكاكا وما توا من 2000 ولليوم ما زالت توندونس. بلوتو سامحني من 2020. 2020 فوالا اي. معناتها بدات توندونس هذيك وقاعده توا تستمر معناتها الناس الكل بدات تفيق. كل راهو هي كلها حلقه مربوطه ببعضها. راهو نحكيو على اللوميغ نحكيو على ريدو نحكيو على الشوا حتى نتاع الغوفيتمون حتى نتاع البانتور ميغال راهو نحكيو على الالوان نتاع الحيوت نتاعنا راهو عندها دور كبير. خرجنا شويه من الالوان البيضاء ظهالي في خرجنا شويه توا مع الشكل الابيض خاطر هذيك الناس الكل معناتها الابيض 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 فما دي باليت دو كولور تلقاها تميل كيما قلت لك على الكريج على الكريم على البيج كلير اما مضخمه فما زاد لي بابي بان زاد عندهم دور كبير فوالا بالضبط زاد لي بابي بان فما كلي موتيف معناتها في الفلورال تلقاها ما شاء الله معناتها فاريتي شوا سورتو اكيد فاريتي كبيره نجموا نعملوا اللي نحبوا في الاسباس نتاعنا ولكن بذكي نجم تتصرف فيه هما سو سون دي استوس اما راهو بالحق كي تدخل الدار فما فرق بين بالطبيعه فوالا بالضبط فريمون محلاها رغم اللي صغيره رغم السوبرفيسي نتاعها صغيره اما بالحق مشرها احنا نحبوا نوصل الريزلتا هذيك فوالا وهذا هو اللي نحبه. هذا هو انا واحد من الناس للامانه نحب الزينه والروح والبلاصه تبدا فيها روح حتى في ما نعرفش انا حتى في قهوه حتى في ما نعرفش انا نحب هكا بلاصه تبدا فيها روح بلاصه تحس روحك حتى تبدا قاعد وحدك تعمل فيها امبيونس تبدا حتى تشدك اكل المراية تشدك اكل الضوء الاكليراج اكل الامور هذوكم كل لي غوفلي دومبيونس خلينا نقولوا زاد شويه زاد انهم يشدوا الانسان شويه ويعملوا له جو وحده ما ننساش زاد اكيد ما ننساش زاد الاهميه نتاع الفيجيتاسيون
معناها لي بلانت زيدا راهو الحكي حي والاسباس ويظهر الاسباس مشره. زيدا حاجه اخرى بنحب نحكي عليها فما فما دي موبل تلقاه معناتها عنده متعدد الاستعمالات اثاث متعدد الاستعمالات. مثلا نوصلوا معناتها نلقاو كنابي تولي فرش بعد تنجم الكنابي هذيك اللي موجود حتى ونيا في تونس علاش معناتها موجود فوالا بالضبط موجودين. سو سون دي استوس معناتها تربحك برشا برشا معناتها تلقاها ديجا الكنابي هذيك تلقاها رانجمون خبي في وسطها بالضبط القربج اللي حكيت عليه انا من الاول اللي هو يكلنا من الاسباس نتاعنا. معناها هذا كله راهو في عوض ما اني انا نجي نختار الموبل نقولوا احنا ماش نسمي ستيل باروك مثلا ولا ستيل اغابيسك ولا ستيل كريب دمس كبيره وتلقاه كذا ومعبي وتقول لك لي انا عجبني يا ماما تامره والاسباس نتاعك فوالا تبدلنا فوالا بالضبط وحتى الاسباس هذا لازم نقرا حساب زون دو سيركيلاسيون لازمني ندور مفرهد انا في داري مش وين نمشي نسطح في موبل ولا نسطح في طاوله حاجة بالطبيعة. إذا كان السالون تاعي ما تسمحش باش نزيد نحط فيها نحط تابلا مونجي وكريسي وداني مش لازم سيبا مش لازم فوالا بالضبط حويجة هكا صغيرة. زاد أنا مثلا نحب نحط كنابي ونحب نحط دو فوتوي ونحب نحط تابل كري كبيرة بالضبط كمل داخل الكنبة فرد مرة حطها غادي كان تحب والفيسبا نتاعك كمل الداخل زاد كل شيء. احنا زاد كي نبداو ندورو مثلا في الفواغ نختارو في الموبل الوغ لا خاصة ننسي عجبتني الصالون هذيك عجبتني على الاخر اما مدام راهو الصالون هذيك راهي ما تتمشاش مع السوبرفيسي اللي انت عندك فوالا نحكيو حتى بور دي ريزون دو كاليتي بور دي ريزون اوت جام زاد شوية خرجنا برسمي كما قلت انت ونزيد نعاود على كلامك خرجنا شوية ما كان نمطية كمتاع تلقاها فوتاي لوح تلقاها حتى كان ميسيرش في بعض الأحيان يكون موجود ونقوله انه موجود في اي دار موجودة كالفوتاي لوح موجودة كالأثاث القديمة اللي في بعض الأحيان معناش الإمكانية لازمة باش نبدلوه لكن كما ما كنا نحكيه مع غادة من خلال أقل التفاصيل ومظهر لي ما تكلفش برشا كيفاش نعملوا مراية ظهر لي في إسباس معينة تعطي أمبيونس مزيانة للبلاصة اللي هي موجودة فيها كي نحكيو على الكليغاج زادة كيف اللي يلعب دور كبير برشا زادة كيف باش يعطي لي غوفلي المزيانين اللي يعطيو خلينا نقولوا زادة أمبيونس جديدة زادة للبلاصة اللي هي فيها لكن زادة نزيد نذكر زادة ونعاود على لا ناتور كي ندخلوها لديارنا راهي صدقوني راحة نفسية كبيرة جدا. علماء نفس يقوموا بدراسات كبيرة في العالم كل ويقولوا أن اللون الأخضر ترتاح له العين برشا 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 دايخو هذا السر انك انت اليوم جيتنا في الاخضر فوالا دونك النوره فوالا يعيشك يفضلك دونك اللون الاخضر خلينا نقولوا انه بالرسمي يعطي راحه نفسيه للبلاصه اللي هو موجوده فيها كل كسوه معناتها نباتات صغار دي بوكي دو فلور حاجات المهم تعطي اكل لون ولا الرائحه نتاع الغابه والطبيعه وكزينه هذيك فوالا اهميه نقولوا ليليمون فيجيتال اي فوالا ليليمون فيجيتال هو بالحق كي تبدا معناتها تشوف قدامك هكا بلانت ولا حاجه ترتاح معناتها قلنا ديما نرجع فما بسيكولوجي راه فما بسيكولوجي دو ليسباس فما حاجات ممكن انسان ساعات ما يتفطن لهمش ولكن عندهم اهميه كبيره بالزبط. ساعات انت تقول انا داري معناتها عندي برشا ما بدلتش فيها ولكن دخل جوست بلانت وتقول واو فما برشا حاجات بدلت معناتها نحس براحه نحس في روحي كاينين درجنا وعملت في ليسباس نتاعي سون دي معناتها دي زاستوس صغار ومقدور عليهم مانيش قاعدين نكلفوا في الناس ما اكثر من طاقتها ولكن انا نحب لهنا نحب نعاون الناس من خلال طرق بسيطه مقدور عليها تخلي دارك مشرها تخلي دارك بأبسط الإمكانيات فوالا تبدل لك 360 درجة دارك فوالا دونك ظهر لي حتى أمولة ظهر لي توقع تتبدل في الديكور نتاع الدار مليحة مليحة فوالا دونك فرصة هذه اللي زاستيوس هذوما يلزمهم يكونوا موجودين في دارك أمولة يلا سينو شكرا ليك غادة ميرسي بوكو دونك شكرا ليك على الحضور اليوم نورتنا كالعادة تفاصيل كل نعاود نذكر مستمعين اللي نجموا يلقاوهم على باش فيسبوك راديو كاب اف ام الانستغرام اليوتيوب زادا ولا بتبيع تسمعونا كالعادة في رونديفو جديد غدا من أولاد الكاب على ريزون دي كاب في 91.5 95.2 105.6 غدا مزلت معنا يلا كانت هذه ديكو ديكو ديكو
غادة مرة أخرى نجدد لك التحية وشكرا لك مرة أخرى على قبول الدعوة وجيت بحثنا اليوم وعطيتنا التفاصيل للميزانين هذوما. كما قلنا بأبسط الإمكانيات تنجم تبدل 360 درجة بل حتى 400 درجة الديكور نتاع دارك وتعطيها روح تعطيها نفس جديد تعطيها برشا حاجات برشا حاجات. كما قلنا ديما ديارنا رانا نهربوا من العالم الكل نهربوا من الضوضاء من المشاكل نتاع الحياة المشاكل العملية المشاكل الاجتماعية اللي تنجم تكون البرة أي مشكلة تهرب منها البرة دونك تمشي لدارك دارك هي الملاذ الوحيد نتاعك دونك يلزمك تهرب للبلاصة اللي أنت تحب ترتاح فيها يلزمك تلقى فيها لي مويان اللي تنجم ترتاح فيهم وسورتو نحكيو على دي ريزون ريلاكساسيون دي ريزون دو كاليتي دي ريزون دو هوت غام حاجات مزيانة برشا تنجم تبدل الديكور نتاع دارك جملة 360 درجة ترجع بحثنا في مرات أخرين أكيد بقدرة ربي هذا كل مش خسارة في مستمعين راديو كابافي شكرا لك يعطيك الصحة غدا غدا مزني مهندسة ديكور محمد ظهر لي أن سأح ذوما أنت أكثر واحد قادم على العرس كيف ما تحس تنرفز على الاخر تفجعت خلنا نعرفوا حالتك الشخصيه تو الاجتماعيه عازب خاتب معرس ماكش معرس تعرفوا كل الباب اللي بو سبع بيبان هذاك انا هكاك سي كومبليكي هذوما جماعه اللي يحط في الفيسبوك سي كومبليكي عرفتها ولا لا علينا يلا خليها بينك وبينها هي ولا مجموعه تحيه اخسر لها الكاميرا وجه لها تحية امل ليه امل يلا سيد عب محمد يلا غدا في مواد جديد محمد في مواد جديد ان شاء الله غدا في زابينج مع بها بالخير تحية محمد بنت هامي وفي الاخراج امل وضيفتنا محلاء ربي خليك ولا محلاء عايشك يفضلك كلمة البهاء عاقل محمد في الاخر تحسه كاو عاقل عاقل برشا شاركت يلا شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام نتلقى ان شاء الله غدا في مواد